ازيكم في فيديو جديد في قناتي ملك دوت ام. النهاردة الفيديو هيكون عبارة عن ستوري تايم. دي قصة حصل لي من يوم الاربع، قصة حقيقية. فبس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش اللايك اذا عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة اذا اول مرة تشوفوني، وتفعيل زر الاشعارات. وهسيب لكم اسمي على الانستغرام والسناب شات في صندوق الوصف، واعملوا شير للفيديو. يلا نبدأ دلوقتي. خلينا نبدأ من أول القصة. كان يوم الأربعاء زي العادة يوم مدرسة، فأنا بروح المدرسة بعدين عادي يعني برجع للبيت. وأنا في المدرسة كنا في البريك أو بسموها الفرصة، إنه يعني وقت الغداء أوكي أو الفطار. فأنا وصحباتي قاعدين نتكلم، فتكلمنا عن الجن. على فكرة كان يعني صدفة، فتكلمنا قالوا لي اذا انت قعدت تبصي، انا ما اعرفش دي حاجات حقيقه او لا، بس اذا قعدت تبصي في المرايه كتير وبالذات في مرايه الحمام ممكن يدخلك جني، واذا الجني اعجب فيكي ممكن يركبك كمان. فانا كنت خايفه، وقبليها كمان قعدت اني اتفرج على الفيديوهات عن الجني كتير، وانه الكاميرات لقطت جنيين في الكاميرا. فسالتهم عن الحاجات دي قالوا لا الكاميرات ما بتقدرش تلقط جني، بس ممكن بس بتعمل الحواف انه امتى كانت موجوده كده. فكنت خايفة. فرجعت للبيت، كان يومي عادي بس إلى عن بالليل، يعني الساعة يا 8 يا 9 يا 10، من 8 لين 10. فأنا كنت طالعة للحوش، إحنا بيتنا إنه في اتنين باب نقدر نخرج للحوش. فالباب بتاع المطبخ أنا خرجت منه، كنت ماسكة لعبة أو حاجة كده. فبعدين خرجت كنت سامعة انه في البيت اللي قدامنا الباب نفس الباب اللي احنا فاتحينه مفتوح عندهم، وكان في نور طالع. يعني احنا كمان مش صح نفتح نور المطبخ، فانه بيطلع نور من الباب، هما نفس الكلام البيت اللي قدامنا. فكنت مستغربة وسمع الصوت وكذا، وماما بتقولي انا لما كنت راح المستشفى لقيت ست اجنبية معاها بنت كتير كتير كيوت وبتكشف وكذا. فانا يعني قلت ما شاء الله اجنبيين يعني كده غريبه. فبعدين انه طلعت سمعت صوت دوشه، وكانت الدنيا ضلمه بالليل، ويعني انه في هوا جامد، عشان كده انا طلعت انه اشوف بالدنيا بتمطر او لا. فبعدين بتمشى الاقي اني سمعت صوت حد بيتكلم وبيعمل حاجه بايده كده. انا لما شفته بصيت كده، انا طبعا ايه كنت طالعه بالبيجامه، مشمرة البيجامة لين هنا، يعني اني بشمر انا عادة كده يعني بس بقعد بالبيت كده، ومشمرة حتى الكمامة بتاعت رجلي، الكم بتاع البنطلون في رجلي. فيعني كان منظري ما شاء الله، وما كنتش لابسة حجاب اوكي. فطلعت للحوش الاقي واحد بصص لي كده وقاعد يعمل حاجات في ايده، بصص لي يعني. هو المفروض انا بعرف اذا حد حتى لو هندي او فلبيني او كده، لما يلاقي بنت طالعة ويشوفها وكده ينزل على طول ولا كأنه شافها عشان ما نعملوش مشاكل. لكن هو لا، عادي قعد يبص بص لي وكمل عادي اوكي. فلما انا بصيت له انا ما كنتش عارفه بقى، انا لما بصيت له لقيته بيقول لي ايه، بيبتسم ابتسامه غريبه جدا يعني زي كده اوكي، انا منظري بس اوكي. فبيبص لي كده وبيقول لي هاي هاو ار يو. تخيل الموقف اللي انا فيه، وقسما بالله افتكرته جني. وكان هو غريب يعني بصته غريبة، فعلى طول أنا بصيت له كده كنت مرعوبة، قلت له شطب بصوت واطي جدا، ودخلت للمطبخ وقفلت الباب ورميت اللعبة ورحت لماما. لما لقيت منا قلت لها، قالت لي منا مالك أنا سمعت صوت راجل. وأنا كنت بكلم ساعتها ماما، هي قعدت تناديني بصوت عالي جدا والراجل لسه برا في الحوش. وهو اصلا شوفه انه هو مش صح بيته، احنا اللي فارق عن بيته وبيتنا انه في حيطه سد علينا اوكي. فهو طلع للسلم عشان يطلع فوق الحيطه، تخيلوا يعني كان يقدر يدخل لبيتنا. المهم انا رحت حكيت لماما، من قعدت تناديني وهي في الاوضه الشباك بتاعها بيوصل للحوش، يعني كانت تقدر تشوف الراجل او الراجل يقدر يشوفها لان احنا كنا فاتحين الشباك. فهي كانت قاعدة وعمالة تنادي بصوت عالي والراجل برا يعني ممكن يسمع صوتها. وانا بعد احكي لماما فبقول لها اسكتي يا منى اسكتي، بحاول اوطي صوت عشان ما يسمعنيش. فبعدين قلت لماما، ماما قعدت تضحك عليا. رحت لمنى، منى قالت لي ملك في راجل برا. قلت لها ما انا عارفه بس انت اسكتي. قالت لي انا سمعت بيقول هاي هاو ار يو. قلت لا ما انا عارفه وانا رديت عليه. قالت لي بس انا ما سمعتش صوتك.
فانا اللي توقعته اني قلت على اساس اني قلت، بس يمكن طلع بس في سري، بس انا افتكرت اني عليت صوتي. فماما طلعت ما كنتش عارفه انه اجنبي، لبست الطرحه وكده وطلعت له، كانت عايزه تتخانق معاه وتعمل له مشاكل وكده يعني الام بقى. فبعدين طلعت ما لقيتوش في الحوش، فدخلت قالت لي مالك، هو انت شكله ايه كده؟ قلت له ماما هو شكله اجنبي وتكلم ولا كانه هندي، يعني الهنود عاده بيعرفوش يتكلموا انجليزي، وحتى لما بيتكلموا قطري شويه انه يعني مكسر. فقالت لي مالك، انا افتكرته هندي او فلبيني، ما كنتش عارفه انه اجنبي. يعني لو اجنبي اكيد جاي من بلاده مش عارف حاجه، مش عارف انه غلط يعمل كده، بس على العموم هنشوف الوضع. فانا كنت مرعوبه، وساعتها حكيت على طول، رحت يوم الخميس حكيت لاصحابي. فيا الله كان يوم كتير انه وحش بالنسبه لي، بس اتمنى يكون القصه عجبتكم. وعلى فكرة دي قصة حقيقية 100%، أنا ما ده اللي حصل لي حقيقي. فأتمنى تكون القصة عجبكم، إذا عجب كده يكون خلص فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، وهسيب لكم اسمي على الانستغرام والسناب شات في صندوق الوصف. وإذا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات، واستنوني في الفيديو الجاي. يلا باي.